السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأعزاء. هنتكلم النهاردة عن عظمة الترقوة كلافيكال بون. عظمة الترقوة من حيث نوعها فهي عظمة طويلة وضعيفة، It's a long and slender bone. ومن حيث مكانها فهي موجودة في الجزء الأمامي من حزام الكتف اللي هو مفصل الكتف، located in the anterior part of the shoulder girdle. وظيفة عظمة الترقوة هي إنها بتوصل بين عظام الطرف العلوي بالهيكل المحوري اللي هو جذع الجسم، connects between the upper limb and the axial skeleton. وبرضو من ضمن وظيفتها انها بتوفر اماكن اتصال لمعظم العضلات والاربطة، provides attachments for several muscles and ligaments. وطبيعة عظمة الترقوة ان بيكون عندها طرفين، طرف داخلي اللي هو widened medial end اسمه sternal end لانه بيتصل بالmanubrium of the sternum bone علشان يكون مفصل اسمه sternoclavicular joint الـ SC joint، وطرف خارجي lateral flattened end بيتصل بالacromion process of the scapula علشان يكون مفصل اسمه acromioclavicular joint او الـ AC joint. ومن طبيعة عظمة الترقوة انها double curved، يعني فيها تقوسين، تلتين جزءها الداخلي بيبقى مقوس للأمام والتلت الخارجي مقوس للخلف زي ما احنا شايفين كده. The medial two thirds convex anteriorly and the lateral one third convex posteriorly.